المالية. والدتي أقرضتني مالا لفتح مشروع تجاري، وأنا الأكبر من أولادها، وبقية إخواني صغار لم يبلغوا سن الرشد، فهل فعل والدتي من إقراضي دون إخوتي فيه حرج؟ الإقراض ما يدخل في العطية. الإقراض أنت بترجع، أنت بترجع القرض، هذا ما هو من العطية، هذا من القرض، وأنت بترجع القرض، فلا ضرر في ذلك. نعم.